السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو لي كورني بخبز التورتيلا كيما كنتو تشوفوا. نبداو على بركه الله. بسم الله. انا في مقله حكمت شويه زيت ترابيت فيها ثوم ودرت معاها صدر تاع الدجاج مقطع مربعات. راح نديرو هاد تتقلى وراح نزيدو لها التوابل اللي عندنا. انا يا درت الملح، نزيد عليها فلفل اسود، ونزيد عليهم شويه زنجبيل، وراح نخليهم يتقلاو. نكمل انا قلي الزر تاعنا تاع الدجاج ومن بعد نعاودو نكملو. بعد اللي تقلينا شويه صدر تاع الدجاج تقلينا مليح، زدت عليها انا نص مغرف صغيره تاع لاموطارد، وراح نزيد عليها عصره تاع الليمون. وهنا الليمون راح يطري لنا صدر تاع الدجاج تاعنا. وفي الاخير نزيد عليها الزيتون. وبعد اللي يطلق الزيتون بنتو في هذاك الدجاج، راح نزيد عليها كميه تاع لا كريم فريش، باسكو انا هنا ما كانش عندي الفرماج. اللي عندها الفرماج دير الفرماج، انا ما كانش عندي، درت لا كريم فريش. نخليها تتقلى شويه واحد جوج دقائق حتى 3 دقائق، ومن بعد نطفيو عليها خليها تبرد، وراح نحشو بها الخبز التورتيلا تاعنا. وهنا هي خبز التورتيلا قسمتها على 4، دينا الربع رايحين نخدموهم شكلهم شكل كورنيات. انا حكمت شويه ماء مع فارينه، راح نديرها كيما اللصقه، راح نلصق بها لي كورني، ندير شويه من الحجم وندير عليها كميه تاع الفرماج، وراح نلويها على شكل كورني كيما راكم تشوفوا. نقيسيو بان نضغطوا عليها مليح باه تلصق لنا هذاك الفارينه مع الماء تخدم كشغل كولا. ندير معكم واحده اخرى، درت الحشو ودرت اللي ساق اللي درتو تاع الفارينه والماء، ورايحه نشكل كورني كيما راكم تشوفوا. نكمل انا الكميه اللي عندي نشكلها ونروحو نشوفو كيفاش نطيبوها. هنايا انا درت المقله تاعي اللي فيها هذو لي تخي، واللي عندها بانينوز دير في البانينوز. انا سخنتها دهنتها بشوي زبده، ورايحه نحط هذوك لي كورني ونخليهم يتحمروا، وراح نضغطوا عليها بحاجه مسطحه كيما راكم تشوفوا باش تدي تحميره من الجهه الاخرى. وهنايا راني قلبتهم، نخلوهم يدوا تحميره، ومن بعد نحكموا نديروهم فرماج رابي في الحواشي نعمرهم. هنا لا عندك فرماج تعطلي ديري باي لصق لك داك الفرماج، انا كيما قلت لكم ما كانش عندي، درت فرماج رابي في الحاشيه باه نبلعوا بهم هذوك لي كورني. وهنا راح نقسم معاكم حبه، تشوفوها كيفاش جات، يجي بزاف هايل. وباش نبدلوا على التاكوس ميني تاكو نديروا هذو لي كورني، يجوا بزاف هايلين كيما راكم تشوفوا. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. درت انا لي كورني بخبز التورتيلا وقدمته مع شويه حريره مع اون سوب، كل واحد واش يحب، شوربه حريره اون سوب. وان شاء الله تعجبكم الوصفه، وما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.